الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان غداً. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توافق على تعزيز خطة وزارة النقل بمليار جنيه. الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يغادر إلى السودان في زيارة رسمية. وزارة التربية والتعليم تبدأ غداً تدريب معلمي الصفوف الأولى على نظام التقييم الجديد. هيئة الرعاية الصحية تعلن تقديم 500,000 خدمة طبية في بورسعيد خلال 3 أشهر. شركة المترو تعلن فرض غرامة فورية 50 جنيها عقوبة التدخين بالمحطات والقطارات. بدء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات غداً ضمن مقررات شهر نوفمبر. وزارة الداخلية تضبط 2,246 سائقاً لمخالفتهم إجراءات ارتداء الكمامة. النادي الأهلي يتسلم درع الدوري أمام طلائع الجيش في ختام الدوري الليلة. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار رعدية تصل للسيول بسيناء وخفيفة بالقاهرة غداً.